محلات شغال. انت عرفت منين ان كل المحلات شغاله بلحم حمير او شغاله بممبار حمير؟ عرفت منين؟ هل انت حضرتك شخص عندك اجهزه رقابيه راحت المحلات ديت وكشفت على الممبار؟ هو بيدعي ويظهر في اسكندريه، محل في الاقصر، محل في اسوان، محل في السيده، محل في عدين، محل في مدينه نصر. هل حضرتك توجهت للمحلات دي كلها وشفت ان المحلات دي كلها بتشتغل كده؟ الانسان عنده مخ بيفكر بيه، العقل والمنطق بيقول ايه؟ ده كداب وانسان بيتم التشهير بمحلات الناس، وده احنا في شهر بترفع ليه الاعمال لربنا. ده الراجل ده عمل حاجه هتصحبها دعوات حسبي الله ونعم الوكيل، مني من اخويا من مراتي من ابني، ابني في جامعه واحد صاحبه يقول له كذا، ما هيبقى في تنمر. انت اذيت كميه بشر كبيره، انت اذيت كميه بشر، ابني وبنتي واخويا ومراتي والصنايعي اللي شغال معايا، الصنايعي اللي سايب بلده وجاي شغال معايا. قول لي اول حاجه عملتوها بعد ما شفتوا الفيديو، اول حاجه تخصوا الاجراءات القانونيه ولا بحب اشكر وزاره الداخليه تمام وزاره الصحه، لان اول حاجه اول ناس هي قالت لي، جالي بلاغ وجات لي ناس وجالي تليفونات من مسؤولين في وزاره الداخليه ووزاره الصحه وكلموني واتناقشت معاهم وتم القبض على الشخص الساعه 12 بالليل وبنته جات للحاج ميمي الساعه 1 بالليل وطلبت منه التنازل. الشخص اللي مشير الموضوع ده قبل الصفحه بتاعته. انت لو على حق هتقبل الصفحه بتاعتك ليه؟ بعد ما نشر الفيديو دكتور ما اعرفش اسمه ايه نقلا عن فلان عن الشخص، وحضرتك الصفحه بتاعته اهي وتم كمل اتفضل وتم قبل الصفحه بتاعته. انت قبلت الصفحه بتاعتك، قبلت الصفحه بتاعتك ليه؟ تمام تمام خلاص. حضرتك قبلت الصفحه بتاعتك ليه؟ لو انت منزل حاجه، انت راجل دكتور المفروض ان انت راجل متعلم وعلى قدر من التعليم. ايه واكتشفته فعلا طلع هو دكتور ولا ما هو بيقول ان هو دكتور وقبل الشخص وهجيب ده كمان. طيب كمل. مشاير فوق هجيبه من خلال الشخص اللي منزلها على التيك توك. والعداله هتاخد مجراها وانا مش هسكت، انا ما اقدرش اسكت، انا وقتي متوفي واعلامي متوفيه. الناس دي في يوم يتوفاني ربنا هقول لهم ايه؟ انا لازم ادافع عن الاسم. حتى الرمق الاخير انت بتتكلم في تاريخ حضرتك، احنا زي الهرم، احنا على مستوى العالم. دي صناعه السمين ديت وحلويات اللحوم دي حاجه خاصه بمصر، احنا مبتكرين. زمان السمين كان بيتم في طاسه الامونيا، اول ناس دخلت السلستين للتسويه، اول ناس السمين كان بيتعمل بماشه، احنا عملنا المقصوصه. سنين ما كانش حد عليه بصل وانت عملنا توابل وطورنا في الشغلانه وطورنا من نفسنا. اصل انت هتستمر ازاي؟ تقدر تقول ان انتوا اول ناس، يعني احنا اول ناس في جمهوريه مصر العربيه. اقدم محل في جمهوريه مصر العربيه. واتحدى مباشر على الهوا حد يطلع يقول انه جيش ده رغيف من بحة ب 10 جنيه او ب 15 جنيه. اتحدى اتحدى على الهوا حد يطلع يقول كلام ده. في انسان عاقل يطلع يشهر بشغله ويطلع يشهر بمكانه ويقول محلات مصر بتشتغل ازاي؟ هل ده كلام يعقل؟ يعني احنا فاضيين للدرجه دي وفاضيين ان احنا واحد تاني ياخدها؟ انت بتشاير على اي اساس؟ انت اتاكدت ان الشخص ده واحد لابس بدله وقاعد في مكان مغلق وبيقول كذا وبيقول كذا وكذا؟ انت جبت واقف، انت جيت حضرتك قدام المحل. انا بتكلم قدام المحل، حتى هيكتب لي ده قدام المحل. حتى ان هو يجي لا ده احنا زي ما عودنا المشاهدين بتوعنا بننزل من ارض الواقع بنكشف التفاصيل. واحد قاعد في مكان مغلق، اي واحد قاعد انا مالك علامه اديداس، انا مالك نايك، انا هيكون اللي يقوله. انت بقى كانسان عاقل على اي اساس بيتم تشهير؟ انت حضرتك جيت لي، هل انت شيرت وقلت بناء على اللي شفته ولا جبت تحرك دقه؟ لا احنا تحرينا بدقه وده هدفنا ودايما بنعمل كده. انا بوجه دعوه لجميع القنوات وجميع المواقع ولوزاره الصحه، انزل اعمل عليا تفتيش دلوقتي حالا الليل الساعة 1. أنا بواجه، أنا محمود بحق المسؤول عن محل بحق المصرية، أنا وإخواتي وولاد عمي، يعني المسؤولين، بواجه دعوة لوزارة الصحة ووزارة إيه، تعالوا انزلوا شوفوا، خد مني عينات. ده بيتم عندي بصفة دولية بيتم أرسى عينات، وبعدين أنا في موقع استراتيجي، أنا في وسط وزارات وفي وسط هيئات، وكان عندي مشاهير مصر، أنا السفير الأمريكي ألبرت هيرشي.